لي انه لازم تراجعي خارج العراق، لان خارج العراق شوية مضمونة، يعني ما تمشين 100% بس تمشين بنسبة مقبولة. اذا الى لوكيشن اخر وتحديدا في بغداد. فاطمة شابة تبلغ من العمر 23 سنة، طبعا أصيبت منذ الولادة بشلل أثر سقوطها من إيد الكادر الطبي، يعني بيوم ولادتها وقعت من إيد الكادر وصار بها اللي صار. سووا لها عمليات أهلها وهي بعمر السنتين، من ذاك الوقت إلى اليوم يعني فاطمة هذا وضعها، واليوم هي طالبة جامعية. لذلك اتصلت ببرنامج لوكيشن ورادت توصل صوتها وتطلب مساعدة حتى تجري عملية خارج العراق. لذلك احنا نقول كل من قادر على مساعدة هذه الشابة الطموحة ان تعود الى حياتها الطبيعية بعد ما عاشت هاي السنين كلها في سجن هذا الشلل، العملية حسب ما حدثونا أهلها أنه هي قابلة للنجاح وأنه ممكن أن تجرى لها خارج العراق. لكن هاي العائلة ناس بسيطة على قد حالها، ماشيين يومهم، يعني ما يقدرون على مثل هذه التكاليف. لذلك عمر كريم زميلنا مراسلنا كان مع فاطمة وتحدث معها على قصتها حتى نوصل صوتها من خلال لوكيشن إلى كل من يرغب بالمساعدة، بالإضافة إلى وزارة الصحة أو أي منظمات تهتم بالشأن الصحي. خلونا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد نعرف شنو القصة بالبداية. أنا اسمي فاطمة الزهراء، والله بصراحة أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي صار عندي من يعني عواقب صار عن طريق غلط طبي صار أثناء الولادة، لأن عندي أخت توأم فهي ما سيطرت علينا اثنيناتنا، فوقعتني من إيديها، شايف الطفل من يريدون يضربون على ظهره على مود يبكي، هي ضربتني على مود أبكي فوقعت. أهلي اكتشفوا عندي خلل من خلال حركتي بعد سنتين، من صار عمري سنتين هم قاموا يراجعون أطباء وهيشي سوالف، فرجعت الدكتور وسويت عمليات نشهن. بس إيش قد عمرك وسويت عمليات؟ هو من سنتين. من سنتين عمرك يعني سويت عمليات؟ أي هو من سنتين الحد تقريبا 15 سنة الدكتور سافر يعني كان الدكتور إنه هو ملتزم العمليات وملتزم العلاج. من اول ما اكتشفوا الحاله وهذا، على فكره انه اني صارت عندي مشاكل هواي بسبب الحاله اللي صارت عندي والغلط الطبي، صار عندي خلل بالايد، يعني هسه شوف فرت ايدي مو صحيحه هاي، وصار عندي صرع بس الحمد لله تعالج لان كان مؤقت. وهو الدكتور سافر وبعد انا قمت اراجع اطباء، و بصراحة لحد الآن ماكو نتيجة؟ ماكو نتيجة، أصلاً الدكتور يقول لي أنت شلون جيتي؟ شلون جيتي تراجعين أطباء وهيجي؟ حاطتش كلش تعبانة، يعني عندي أبسط شيء اللي أنا أواجهه تقوس بالظهر. يعني من أقعد لازم أعرف أنا شو وقت قعدت الفترة اللي أقعد بيها، أقيس الفترة اللي أقعد بيها والفترة اللي لازم. زين. هسه شنو العلاج اللي ممكن يصير لك؟ والله العلاج انه عمليات. عمليات شنو العمليات؟ اكيد راجعت الدكاتره خارج العراق. بس اللي صار انه هم قالوا لي انه لازم تراجعين خارج العراق، لان خارج العراق شويه مضمونه، يعني ما تمشين 100% بس تمشين بنسبه مقبوله. هسه انت ما تقدرين تمشين؟ لا، واذا مشيتي لازم يعني رجليك ما تضعف. اي مو صحيحه، يعني ما اقدر اشيلها ما اقدر ارفعها، يصير وحده فوق الاخ تقريبا، يعني يصير عندي تشنج بالاعصاب، وحتى من يصير عندي تشنج بالاعصاب اهلي يفكوها، يعني مرات اقول لامي فكيها لان انا ما اقدر افكها. ايش قد عمرك؟
23 سنة. 23. سمعت انه انت مخرجة. ايه. وين تداومين؟ معهد فنون جميلة. معهد فنون جميلة؟ ايه. وين يا معهد؟ هذا بالمنصور. بالمنصور؟ مع البنات. ايه. مع البنات. زين، شنو اختصاصك؟ كتابة سيناريو. ايه. كتابة سيناريو؟ ايه. يعني كاتبة شيء؟ ايه بصراحة كاتبة. ايش كاتبة؟ بس ما اكو قصة طابعتها. ماكو ما طابعتهن يعني، لما عندي مادة وما طابعتهن. زين. والله انا اناشد اول ما رأست وزراء، واناشد وزارة الصحة، واناشد كل الناس الطيبة بانه عندي بنيتي كبيرة وعندها طموح تريد تكمل دراستها. بنفس الوقت احنا الحالة الوضعية اللي انا بيها ضعيفة حال، بينما انا موظف مسؤول كبير يعني بالدولة، بس ما سرقت ما بقيت، فنزلت ادنى الدنيا. بنفس الوقت اريد اقول كل واحد انسان شريف يقدم خدمة لابن بلده، بس عن طريق رئاسة الوزراء، سواء عن طريق وزارة الصحة، سواء ناس طيبة يعني موجودين ناس طيبة، أنا شايف هواي ناس طيبة وهواي قدمت خدماتها للناس، ممكن قدمت خدمات أكثر من الدولة، يعني أكو ناس طيبة قدمت خدمات أكثر من الدولة، بس إحنا بنفس الوقت الناشد عسى ولعله إنه بنيتي تقريبا العملية كانت هي تحت الصفر، يعني العوق مالها 100%، صار سوينا لها عمليتين صارت 20% يعني من تمشي، بقت 80%. اكو اطباء نصحونا يعني قالوا لنا انه هاي تصير بالخارج، بالخارج افضل، قالوا له افضل من الداخل يعني العناية تصير اكثر، يعني ممكن تحصل على 70% 60%، عندك 20% تصير حوالي 90% 80% انه تضمن مشيها وتصير طبيعية. يعني هسه ما نقول لك احنا تمشي مشي طبيعية يعني مثل حالة حال اي مواطن، بس تقدر تدبر امورها.